الدكتور عارف العاجل من دولة الإمارات العربية المتحدة، من مدينة الرمس الجميلة اللي ترفع شعار الأسرة الواحدة شعارنا. ميلاد مولد سنة 1967. بالنسبة لمدينة الرمس تعني شيء الكثير. مدينة الرمس فتحت عيوني ما بين الأخوة والأصدقاء والأهل والجيران، وأستذكر كل شيء جميل معهم وأقدم لهم كل الشكر والتقدير والمحبة. بدايتي كانت بداية حياتي فتحت عيوني ما بين أسرتي، وكان لأسرتي الدور الكبير في حياتي وفي سعادتي وفي دعمي وفي نجاحاتي. اللهم لك الحمد. ربي الله أعطاني والدين كريمين رحمهم الله. يعني الوالدة كانت على كبر سن إلا أنها كانت تقرأ وتكتب، كانت قوية الذاكرة، كانت تحب الشعر وتوظف الشعر في مكانه. الوالدة رحمة الله عليها كان لها أثر كبير في حياتي، وفقدناها فجأة قبل فترة بسيطة، لكن هذا قدر الله ونحن نسلم لله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يرحمها ويغفر لها ويعفو عنها ويتقبلها ويجزيها خير الجزاء بما قدمت لي من حب. حتى الرسائل، تصور حتى كتابة الرسائل، وأنا طفل كانت الوالدة تعلمني فن كتابة الرسائل الرسمية إلى صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي رحمه الله. فأحمل ذكريات جميلة لها جزاها الله خير، الله يرحمها. الوالد أيضا يعني أعطاني الكثير. الوالد تعلمت منه الصبر، تعلمت منه الرحمة، تعلمت منه التغافل، تعلمت منه محبة الآخرين والصبر على تحديات الحياة. الوالد كان مثل ما نسميه نحن نقول نوخذة، صاحب لنج، صاحب محمل، سفار في الخليج هذا كله. كان كثير السفر، صاحب قرار. علمنا كثير في حياته من هذه الصفات، ونقل لنا خبراته في سفراته في هذا. صحيح هو في بدايات حياته اشتغل كباقي أهل الخليج في دولة الكويت الشقيقة جزاهم الله خير، لكن عقبها أصبح هو نوخذة، صاحب لنج، صاحب محمل، سفار إلى كل الخليج العربي. نحن من ميلاد هذا الاتحاد الجميل دولة الإمارات العربية المتحدة بدأت في ديسمبر مع حياة الشيخ زايد رحمة الله عليه وأخوه الشيخ راشد بن سعيد وحكام الإمارات. يعني أنا هذه الصورة أحتفظ فيها، ودائما يعني زايد العربي، زايد الأصيل، زايد الصيد والفروسية تعني له كثير. زايد رحمة الله عليه يعني مؤسس هذا الوطن الجميل، يعني ما نوفي حقه، ونحن من ثمرة هذا الاتحاد اللي اليوم ياسين نعيش من خيراته. أخذنا كل يعني نحن لحقنا على بدايات الاتحاد وتأسيس الاتحاد. أنا اليوم عمري 51 سنة، يعني نحن عشنا ما قبل الاتحاد، نستذكر هذيك الأيام الصعبة، الأيام هذا، ونشوف اليوم جمالية الحياة ويسر الحياة والنقلة اللي صارت في حياتنا كله بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم هذا الرجل وأخوانه اللي كان لهم فضل كبير للاتحاد. بدايتي كانت مع مدرسة الرمس الابتدائية والإعدادية. المدرسة هذه اللي تفتحت عيوني فيها وعرفت المحيط الخارجي أكثر وتعلمت القراءة والكتابة. أستذكر كل مدرسيني رحمة الله عليهم بكل خير وود وحب، وأذكر منهم الأستاذ محمود مدرس اللغة العربية من فلسطين اللي الله يرحمه، كان له أثر كبير في حياتنا وفي نجاحنا وفي توجيهنا. النقلة الثانية في حياتي أو المحطة الأخرى كانت مع هذا النادي الجميل اللي احتضنني واللي كان له دور كبير في صقل شخصيتي وفي نجاحاتي الرياضية. وليس الرياضية، الرياضة هي ليست فقط لعب وتسلية، الرياضة تتعلم من خلالها القيادة، التحمل، المنافسة الشريفة، العمل الجماعي، كل هذا تتعلم من الرياضة. الرياضة شيء جميل، وإلى اليوم أنا داعم ومحب إلى الرياضة، وأدعم ابني وأبنائي أن يمارسوا الرياضة ويروحوا أيضا للنادي، وأنا أيضا أروح النادي بين فترة وفترة وأشجع. أحب الرياضة وأعرف أن للرياضة دور كبير في تنمية الشباب وصناعتهم. من المحطات مع النادي أستذكر حقيقة، يعني النادي أتاح لي فرصة السفر. أنا كنت لاعب كرة طائرة أساساً، يعني من ال77 وأنا لاعب في النادي. في الناشئين ثم الشباب ثم الدرجة الأولى في نادي الرمس، ثم انتقلت في مرحلة الشباب إلى نادي رأس الخيمة بحكم الدمج اللي صار ما بين الناديين وزملاء كرة الطائرة إخواني وأحبابي وأصدقائي اللي عشت معهم أحلى عمر، رحمت الله على من غادرنا منهم، أخوي سالم غردقة الله يرحمه، وأخوي عتيج هلال الخاطري رحمة الله عليه، وباقي الأصدقاء كلهم موجودين، أحمد العاجل وجاسم العاجل وسعيد خلاف وعبد الله العويد وراشد ربيع. طالما أني في مرحلة النادي في شخصيتين ما أنساهم حقيقة، شخصية رحمة الله عليه العميد عبد الله أحمد جمعة، هذا كان رئيس النادي، كان أخ ووالد وقائد وصديق وموجه، كان أخونا العود يعني، كان وكل الأخوة اللي كانوا في مدينة الرمس كانوا يمارسون هذا الدور امتداد للأسرة، النادي والمدرسة والأسرة كانوا يكملون بعض. يومها الحياة كانت تختلف، كان الكل يربي، الأخ عبد الله جمعة ورفقائه اللي كانوا علي صالح الحرش، عبد الله الزوي، صالح الشال. الشخصية الثانية اللي في الصورة واللي بعد أكن لها كل احترام معالي خليفة بخيت اللي كان وزير التربية سابقا، كان هو يومها لما أنا كنت في الأول إعدادي أو السادس ابتدائي كان هو يومها رئيس اللجنة الثقافية في النادي، هو كان طالب جامعي يومها على ما أذكر في جامعة الإمارات وكان رئيس اللجنة، ولكن نحن كنا لاعبين في النادي كان يشجعنا ويحفزنا، فكنت أنا أكتب في مجلة الحائط في النادي، فكان بفضل الله سبحانه وتعالى ثم دعمه وتشجيعه، وأنا يعني طفل صغير سادس ابتدائي والإعدادي ما أعرف أكتب، يلا كتاباتي على قدي، ولكن كان ينشر لي إياها على مجلة الحائط، وكنت أسعد لما أشوفها على مجلة الحائط. الشكر والتقدير لهم كلهم. ما زلت ممتد مع الرمس وصداقاتي في الرمس وجمالي وجمال الطلعات والرحلات مع الشباب والأصدقاء. هذه رحلة من الرحلات اللي رحنا فيها نحن يومها يمكن أيضا بنفس العمر أول ثاني إعدادي. هذا أبو محمد صديق الطفولة وصديق الشباب وصديق اليوم وباكر. أنتقل هنا بعد نادي الرمس ونادي رأس الخيمة، النقلة في حياتي المؤثرة هي كانت المدرسة الثانوية. نحن يومها ما كان عندنا مدرسة ثانوية في مدينتنا مدينة الرمس الجميلة، فكنا نروح ندرس في مدرسة أخرى خارج المدينة اسمها سعيد بن جبير. هناك ملتقى كان عبارة عن لنص أهل رأس الخيمة. الأول كنت محدود على مستوى المنطقة على مستوى المدينة في الرمس، لما رحنا لسعيد بن جبير كان كل اغلب راس الخيمه كانت تدرس في هذه، كانوا مدرستين ثانويات، راس الخيمه الثانويه وسعيد بن جبير الثانويه بالنسبه للبنين. فنحن كان اهالي الرمس، اهالي معريض، اهالي المعموره، اهالي كل المناطق هاي الثانيه تدرس فيها، فكانت انشات لي علاقات وصداقات حلوه جميله لا زالت إلى اليوم مستمره وممتده. ولما نلتقي وان كان اللقاء صعب اليوم بحكم ظروف الحياه، لكن لما نلتقي أخوة أحباب أصدقاء، يعني ما تتصور كيف المحبة والتحية، وهذه كل بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل هذه المدرسة اللي وصلتنا إلى هاي العلاقات الجميلة. لما أتكلم عن حياتي في جهاز الشرطة، ثلاث شخصيات لا يمكن أن أتجاوزهم، يعني سمو الشيخ سيف بن زايد، معالي صقر غباش وزير العمل يومها كان مدير الكلية، قضيت معه أجمل 5 6 سنوات من حياتي، وبعدها هو انتقل إلى الوزارة وأصبح وكيل وزارة الداخلية. لكن هذه ال5 6 سنوات ما تتصور، بحكم أني أنا كنت أعمل في العلاقات العامة ومدرس بنفس الوقت، وكنت قريب من هذا الإنسان الناجح واللي تعجب بشخصيته، تعجب بتفكيره، بتنظيمه، تعرف المفاهيم الإدارية. أنا أتكلم عن سنة 88 و89 و90 و91 بدايات الثورة الإدارية عندنا، هذا الرجل كان سابق عصره في هذا، له الشكر والتقدير. أيضا سمو الشيخ طالب بن صقر شخصية قيادية شرطية كان له فضل علي، ويعني سواء كان في وجودي في الشخصيات هاي الثلاث، سواء كان وجودي كضابط شرطة أو خلال فترة ابتعاثي ودراستي كان لهم كلهم فضل كبير علي أني أروح وأكمل دراستي، فضل كبير لوطننا الحبيب ولقيادتنا السياسية نحتفظ فيه، وإن شاء الله ما زلنا مستمرين في رد الجميل. هذه من الصور الجميلة أثناء قيادتي لفريق العمل في العلاقات العامة في شرطة أبوظبي في آخر عهدي في العمل في جهاز الشرطة. انتقلت من الكلية إلى مدير العلاقات العامة في شرطة أبوظبي، وهنا كانت أيضا تحديات كبيرة. كان هنا العمل مع سمو الشيخ سيف بن زايد له معنى كبير، شخصية قيادية، شخصية قوية، شخصية ناجحة، لا تحتمل الخطأ، لا تحتمل المجاملات، يعني كان في يعني فوائد كثيرة خلال عملي معه في هذا المجال، لسموه الشكر والتقدير. كثيرة هي الصور والمحطات، لكن قبل لا أختم يعني في محطات رئيسية ما يمكنني أتجاوزها، ما يمكنني أنساها، مثل هالصورة. كنت أحد أعضاء الوفد الرسمي اللي راح إلى جامعة القاهرة لاعتماد شهادة الكلية. أيضا لا أنسى البرنامج الهوية الوطنية، عملت برنامج بعد 2008 بعد ما نادى سيدي صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله بأنه هذا العام عام الهوية الوطنية. تبادرت إلى ذهني فكرة برنامج تثقيفي توعوي عن الاهتمام بالهوية الوطنية، ولعل الدرع في واضح احتفظ في ذكرى قوية في قلبي وعزيزة علي على مستوى الدولة كاملا. سوينا في موجه كان للشباب برنامج لتعزيز الهوية الوطنية مدته ساعتين، كان جميل جدا بالصور والحديث والتفاعل. أيضا ما أنسى البرنامج التطوعي اللي قدمت طلبوني في تكاتف، كان برنامج جميل لإعداد وتطوير مهارات الشباب والفتيات اللي مشاركين في اللجنة التنظيمية لفعاليات الفورميلا ون اللي كانت في حلبة ياس. كان في حلبة ياس الجولة الختامية، كان حضور كبير، كان 1750 متطوع يومها. قدمت لهم الورشة التدريبية عن البزنس اتيكيت ومهارات الاستقبال والبروتوكول والتشريفات، كانت ورشة جميلة جامعة لهذا العدد الكبير. والأجمل هو كانت المفاجأة إلي في التكريم اللي حظيت فيه مثل ما تشوفه من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الراعي التطوع الأول اللي فاجأني بتكريمه، فاجأني بحديثه، فاجأني بجمالية ذاك الموقف واللي أعتز فيه. المحطات كثيرة والصور كثيرة، لكن نحن نحاول نختصر منها ونختزل منها بما يؤدي الغرض لهذا اللقاء المحدود بالوقت. حقيقة أنا مضطر يعني أني أنتقل، وهنا يمكن نسيت أن أذكر ارتباطي بالميكروفون، ارتباط وثيق وكبير حتى في كل حياتي من بداية تخرجي إلى الآن، وأنا ما زلت. هذه صورة جميلة في أحد التخريجات أيضا سمو الشيخ سلطان بن زايد، التخريجات الرسمية. عشت المراسم، عشت العلاقات العامة، عشت الإعلام، ثم حالة كل إنسان يخدم فترة زمنية معينة ثم يخرج إلى التقاعد إلى حياة أخرى. فكان التقاعد بالنسبة إلي حياة أخرى. الحمد لله بفضل رب العالمين استطعت أني أن أؤسس مؤسستي الخاصة مركز رأس الخيمة الدولي للتدريب والتطوير، ومثل ما أعطتني الحياة الوظيفية والمهنية وكلية الشرطة الفرصة للنجاح في مجال عالم التدريب، استثمرت هذا في أني أنشأ مؤسستي بروحي. الآن أنشأت هذا المركز من 20 سنة، هو يعيش معي وأنا أعيش معه، وما زلنا مستمرين بحب وود. وقدمت من خلال حقيقة كثير من التدريبات، يعني هذه من الورش اللي أعتز فيها في مركز إعداد القادة في الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في 2002. كنت أعطي دورة عن التشريفات والبروتوكول. أعتقد كان يومها لبطولة آسيا، ما أذكر الحدث. أهم البرامج، أيوة هذه صورتي مع الصديق اللي تعرفت معاه من خلال البرنامج، المذيع المتألق حسن البلغوني له التحية، جمعتني في محبة وأخوة صادقة من خلال اللقاءات الجميلة المتكررة اللي كان يحرجني فيها حقيقة، ما كان وقتي يسمح، لكن لأجل الشارقة ولأجل هذا الصديق حسن. أيضا من محطاتي الجميلة في عالم التدريب هذه من الدورات التدريبية، أنا أعشق التدريب وأحب التدريب، كثير من الدورات التدريبية اللي نفذتها في حياتي. أيضا هذه من الدورات الخاصة واللي أعتز فيها كثير، يمكن ل6 سنوات تقريبا أنا مدرب في إعداد القيادات الشابة في برنامج الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة. عملنا برنامج إعداد القيادات الشابة، وكنت من أوائل المدربين ل6 سنوات كاملة. نحن نحضر في الشباب، منهم الآن خريجين، منهم أطباء، منهم محامي، منهم يعني ما شاء الله فرحين فيهم. هذه مع الأخت أمينة الدبوس المدير التنفيذي للجائزة، لها الشكر والتقدير على إعطائنا الثقة على تنفيذ هذا البرنامج الجميل. من أهم المحطات الأخيرة في حياتي اللي ما يمكن أتجاوزها أخوي عبد الله اللي هو كان بمثابة الوالد. دائما الأخ الأكبر هو رمز الكفاح والنجاح والتضحية والعطاء، جزاه الله خير كل ما أنا فيه اليوم من فضل الله سبحانه وتعالى، ثم الوالدين الكريمين وهذا الوطن ودعمه هو وتأييده وتضحيته، علشان أنا أخوه الأصغر. نحن ربينا 2، لكن هو دائما كان يضحي لأجلي أنا وكان يعطيني أنا الفرص أكثر. جزاه الله خير دنيا وآخرة، ما قصر معي إلى اليوم وإلى بكرة. صديقي وابن عمي وابن خالي وجاري وكل شيء جاسم العاجل، يعني لعل الصورة تكون معبرة عن مقدار المحبة، لأن نشأنا أطفال مع بعض، نحن في بيت واحد. تعرف الأسرة العربية والأسرة الخليجية كانت تعيش في بيت واحد، وفي عيال العم وعيال الخالة وعيال، يعني ما في حدود، وإن كان في جدار، الجدار نحن نتخطاه ونقفز من فوقه، حياتنا واحدة. وهذا أيضا أحمد ابن عمي أحمد محمد العاجل وأحمد عبد الله العاجل والصديق علي عبد الرحمن الفليت النعيمي، كلهم أصدقاء الحياة عرفتنا فيهم. لكن هذه الصور نادرة وجميلة، وحتى يمكن تجدني أنا ما أريد أفرجيكم إياها من كثر ما أنا مستمتع بالنظر إليها. يعني أحب أصدقاء العمل، أصدقاء الكلية. عملنا 20 سنة مع بعض داخل الكلية، والتقينا أمس يمكن قبل سنة كان لقاءنا هنا في هذا المجلس، وقبل شهر كان لقاءنا في دبي. عملنا رحلة بحرية مع بعض مشتركة، الأخ الدكتور محمد سعيد المحمودي أبو راشد، والأخ الدكتور صلاح الغول، والأخ الدكتور جمال فارس، وكل أصدقائي أبو سالم، علي بهارون، ناصر بن عصفان، كل أصدقائي، مصباح المرار، خالد ربيع، يعني أصدقاء أحباب لهم ذكريات جميلة. أنا أحب الصداقة وأقدر الصداقة وأحترم الصداقة، والصداقة مواقف، وهم كان لهم مواقف عظيمة في حياتي. منهم من حضر يوم مناقشتي للدكتورة، حقيقة تكلف السفر عشان يحضر بس معي في بريطانيا. يعني غير مواقف الحياة الأخرى، وهذا هو الصديق هو موقف. وهذا لا أحب الأصدقاء اللي عشت معهم 20 سنة في كلية الشرطة، وامتدت العلاقة إلى اليوم إلى بكرة. يعني أيضا من الأصدقاء اللي لا يمكن أني أتخطى الحديث عن مستقبلي وعن حياتي، صديق تعرفت عليه في آخر 6 سنوات. أنا في أول 5 6 سنوات من حياتي العملية تعرفت على مديري اللي هو كان صقر غباش، يومها كان مدير كلية الشرطة، فتعلمت منه كثير. أما آخر 6 سنوات فأنا تعلمت من هذا الرجل أحمد علي مطر لجميري المهيري رحمه الله، توفاه الله فجأة قبل 4 شهور، له الرحمة والمغفرة وخالص الدعاء. هذا الإنسان كم أثر في حياتي، كم أعطاني، كم علمني، تختصر معاه الزمن في جلستك. رجل رائع، مثقف، متعلم، قوي الشخصية، يفهم من كل شيء، يفهم في كل شيء، يعني موسوعة في المعرفة، في المحبة، في العطاء. يعني أنا يعني حتى في ميدان ومجال العلاقات العامة والمراسم والبروتوكول، هذا الرجل فاجأني بمعرفته وبخبرته وبمعلوماته في كل شيء، يعني بدون حدود. يعني أنا آخر 6 سنوات حياتي يمكن يومياً كنت معه، سواء بالزيارة شخصية هو عندي أو أنا عنده أو على التليفون، أستفيد من خبراته. صديق رحل فجأة، له الوفاء، له المحبة، له الدعاء، لم أجد مثله في هذه الحياة إلى الآن، في قوته، في شخصيته، في محبته، في خيره، في يعني لو أتحدث لن أتوقف. وآخر صورة أيضاً تفاجأت، أمس قدمت العزاء في صديق إلي، تفاجأت أنه توفى من سنة، وعرفت متأخر للأسف. تعرفت معاه في بريطانيا، شوف ابتسامته، هو هذا كما عهدناه، طيب القلب، حبيب النفس. الأخ ناصر لمقيرن رحمه الله، توفاه الله فجأة أيضاً، يعني رجل ولا كل الرجال. لم تجمعنا دنيا، جمعتنا الصداقة والأخوة والمعرفة. أنا خليجي وهو خليجي، أنا إماراتي وهو سعودي. تعرفنا في جروفنر هاوس في لندن، وامتدت العلاقة إلى أكثر الآن من 20 سنة ونحن أصدقاء. رحمت الله عليه، رحمت الله عليه، رحمت الله عليه. وداعا يا صديقي، ولقاءنا الجنة إن شاء الله. هكذا هي الحياة، يعني صور وذكريات ومعارف، لا يمكن أن أنسى صديقي خليفة بطي اللي جمعتني فيه أبو أحمد، حب العلاقات العامة، كنا في ميدان واحد نعمل سويا. هكذا هي الحياة، الحياة معارف وخبرات وتحديات ونجاحات وفشل، ليس هناك فشل وإنما خبرات وتجارب. نحن بفضل الله سبحانه وتعالى وقعنا وسقطنا وقمنا، ووجدنا حوالينا من يدعمنا، وجدنا من يساعدنا، سواء كان من الأسرة أو من الزوجة أو من الأصدقاء أو كان من العمل. كان يا جمال الدنيا لما يكون عندك مدير ناجح يدعمك ينجحك، ويا جمال الدنيا لما يكون عندك هيئة إذاعة وتلفزيون ناجحة مثل إذاعة وتلفزيون الشارقة، اللي تجعل لحياتك معنى، اللي فعلا تطمئن أن تدخل بيتك. أيقونة الإعلام الهادف، لكم الشكر والتقدير للقائمين على هذه الهيئة، المحبة، ولحاكم الإمارة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، الرجل المثقف، سلطان العلم، سلطان المعرفة، سلطان المحبة، وله كل المحبة، له كل التحية مني أنا ابنه الدكتور عارف العاجل. ولا زالت توصياتك يا صاحب السمو في جلساتك لنا أثناء زيارتك لجامعة إكستر لا زالت في الذاكرة، لا زالت مستقرة في آذاننا. لك صادق الدعاء بطولة العمر يا سلطان الحب وسلطان المعرفة وسلطان العطاء.